هاد ليديسيون جديده ديال هاد العام تتشوف واحد المشاركه قويه مغربيات افريقيات فرنسيات وكاينين حتى اللي جايين من امريكا وهذا افتخار كبير لان باش يجيو الناس كلهم باش يمشيو للداخل سيمانه باش يشاركوا في هاد التظاهره اللي هي ماشي سهله لان عندنا 5 ايام ديال لي زيبروف اللي فيهم الجري وفيهم الكانوي وفيهم الفي تي تي وفيهم بزاف ديال لي زيبروف اخرين تيشاركوا لان تيكون عندهم واحد الهدف اللي توصلوا ليه هو الهدف التضامني والجمعوي غادي يشاركوا 40 ديال لي زيكيب فيهم 80 ديال النساء تفهموا اشنو هو لو كومبا وشنو هو لو ديباسمون دو سوا تو لي جور اللي واحد يمرأس واحد الجمعيه تيكون باغي مرأسها لان عنده فيها خصو يعطي الوقت ديالو خصو يعطي السمع ديالو خصو يعطي بزاف ديال المسائل شاركت في التحدي الصحراويه السنه الماضيه وشاركت في الستاج التدريب اللي كدير هذه فانا اللي كنقول بان هذا كتبقى واحد التجربه اللي هي رائعه ولان اللي كتدعم المراه وكتعطيها واحد الاشعاع في الميدان الرياضي انا يا متقاعده ولكن انا كنت دائما كندير الرياضه اللي هي رياضه الجري وكنجري وكنتسلق الجبال وملي كتكون انك رياضيه وكتلقاي واحد التحدي اللي فيه النساء وانت كمراه كتبغي ان تشجع المراه على الرياضه فشاركت في هذا التحدي والحمد لله استخرجت منه انه كينهض بالمراه المغربيه وكيحفزها على ان تدير الرياضه وعنده واحد داك التضامن ديال اللي هو تضامني اذا فالمراه كتكون كتشارك وهي عندها واحد البعد التضامني